كلامك يا حجي فهدان. ها؟ اشتانس يا قلبي. قلبك؟ الحين بس الحين بوديك وياي البيت علشان ترتاح هناك عندي كم من يوم. لا 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 توديني البيت، عسى الله يقنيك دايم الدوب. ايش هالحكي يا حجي فهدان؟ اترك عنك هالحكي، وانا اخوك ابو فلاح لازم تروح عندي في البيت وكم يوم ترتاح. اللهم صل. اشهد لا لا لا، خليه ياخذ راحته. خليه اشهد حجي فهدان، حجي فهدان. عمي فهدان أشوه أشوه في روح. ترجع لعيالي وهم سالمين، يا رب ترجعهم لي سالمين قانمين. يا حبيبي يا فلاح ويا حبيبتي يا وردة البستان، وينكم الحين يا أحبائي؟ في أي مكان؟ هذا القسمة وهذا النصيب. يا رب العالمين ترجع لعيالي سالمين يلي طلابك ما يخيب. يا فلاح خير يا بنت الحلال، هذا الحجي فهدان متغيرة منه الأحوال. يا حسرتي على الحجي فهدان. ايش فيه؟ بس خلنا اروح انا اوديه واحط له افراش ومخده والحاف، عسى الوقت بس علينا مطاف. ما يشوف شر. اعطيني عشبه الامانه خلنا داوي صدره. ان شاء الله ان شاء الله. وعسى الله يطول بعمره. بسم اللي جعل كل شيء حي من الماي، أنا عطشان. الحمد لله رب العالمين خالق الأكوان. تعذوني يا عيالي، انا ريال كبربوكم. كبربونا كبربونا ها؟ وين سليمان؟ سليمان ابوك يقول ان سليمان اكله اسد. اكله اسد؟ هالحكي لا تقوله حق ريال، قوله حق طفل صغير، قوله حق ولد. يلا قول لي الحين وين سليمان؟ اللي عارفه ان سليمان صار في خبر كان. يلي ما عندك ضمير ولا وجدان يا تعبان. يلا يلا قولي وين سليمان. والله ما ادري وينه. وبعدين يا فلاح انا خابر سوالفك سوالف زينه. الحين انتوا فكوني، فك رباطي، فكوني فكوني. فكك؟ إيه؟ صار وانا ولد حجي شرفان. بس ها اول شيء قولي
وين سليمان؟ ما أدري وين سليمان، والله ما أدري وينه. ادوني أي 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 ماكو فايدة. أي 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 فكوني فك رباطي. أي 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 عورني تحت باطي. أي أي فكوني فكوني عند الوالد اخذوني. صار صار ناخذك عند الوالد هذا شيء جميل، لكن فك رباطك لا، مستحيل مستحيل. فتار أقول يا فتار فتار أقول يا فتار. خير إن شاء الله يا خطيب بنت العطار. هاي بها صار أشوفك قمت تقدر تتحرك من مكانك. تبي نايك أشل عذانك؟ أنا عطشان يا فتار عطشان. عطشان عطشان، قول حق بنت الحج شرفان تجيب لك ماي وتسقيك وتتم رويان. ليش تتم عطشان يا تعبان؟ أنا مو عطشان ويعان، بس أنا مريض يا فتار فتار. خليك معي وعطني شوية ماي. تراك أذيتني يا سليمان. أنت اشتبي مني أنت وأنت مشرف على الموت؟ أنت اشتبي أنت وأنت منقطع منك الصوت؟ أنا عطشان عطشان يا فتار. الحمد لله والشكر لله، الدنيا بخير، الناس بالناس، والكل بالله. الحمد لله يا رب، الحمد لله اللي شافيتني، الحمد لله اللي عافيتني. عسى الله يطول بعمرك يا حج شرفان، عسى الله يطول بعمرك يا حج شرفان، ويجمع شملك مع فلاح وردة البستان. يا رب يا رب. ما أكلت شيء من زمان يا حج فهدان. الحمد لله والشكر لله يا ام فلاح، الحمد لله اللي الله رد الروح فيني. الحمد لله سبحانك يا عظيم، تحيي العظام وهي رميم. سبحانك يا رب يا رب. اشرب ماي هالعشب اللي داوي صدرك يا حج فهدان. أم فلاح تراها ماي العشب هذا قطع مصاريني. مر علقة مر، لا حول ولا قوة إلا بالله. اشرب اشرب لو قصبن عليه. اشرب هو المداوي العزيز. ايه مر النافع ولا حلو يضر يا رب.
الإنسانة هذه جت من وين؟ أفعالها زينة شينة، تخلي الواحد ما يعرف زينها من الشيء. سبحان رب العالمين اللي بيد الأقدار، سبحانه الواحد القهار. هذه إنسانة وايد طيبة، لكن عمرها ما تكلمت أي كلام، طول عمرها عايشة بهالغابة مع الوحوش وفي أعلى أي شجرة أو سدرة تنام. ممكن أسألك سؤال؟ سألي، مفتوح قدامك المجال. الحقيقة أنا محتارة وايد من أفعاله. صحيح صحيح، إيه بنت فقيرة وضعيفة، وصحيح إيه بنفس الوقت متوحشة ومخيفة، لكن إيه بنت طيبة وشريفة وعفيفة، وهي بعيدة عن كره الإنسان لأخوه الإنسان، وهي تساعد الطيبين على الظالمين بعون الرحمن. معناتها انا عند صرباخ ما اقدر اقوم مهمة صغيرة، شلون اقدر اقوم كل المهمات؟ زين ياك 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 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هلا وردة البستان، يا مرحبا يا هلا، حي هلا هلا يا هلا. وينكم وينكم من زمان؟ دشوا دشوا دشوا، ايش حقك؟ ليش كذي مسوين؟ دش دش دش، ايش حق هالشكل مسوين؟ ها ها ها، ايش حق صلباخ وبنوفان مربطينهم بدينهم؟ علامكم يا جماعه. ها ها، حقيقه انكم ما تستحون. حقيقة انكم ما تستحون. ها، من قال لكم كذي تسوون؟ تربطون اصدقاء جايين عليكم يدورون؟ هذا عمكم صرباخ. اخ اخ ولا يهمك يا صرباخ، هذيله مثل عيالك. هذا يبون، احنا مثل هذا هذا، احنا مثل عياله. يبون ايش علامك؟ اخ يا وليتك، تعرفني اني واجب قدامك. بس يا وردة البستان. اخ اخ حلجي الاسنان. استريح 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 يا صلباخ، استريح استريح يا ابو نوفان. والله ودي اروح بيتنا الحين يا حجي شرفان. ما عليه، بس سلم على ابو نوفان. الله يسلمك. يلا ابوي. والله ودي يكون الحين عند ابو نوفان ونوفان. بس خلاص روح يبا، الله يسهل عليك. سامحنا يبا، هذول مثل عيالك يتقشمرون وياك. وسلم على ابو نوفان. الله يسلمك. ما قصرت ما قصرت يا حجي شرفان، ما قصرت يا أطيب إنسان. الله يا حجي شرفان، عقب ما كان الظالم لازم ينصار وينكسر ساعده، ينحاش من أصحاب الحق
وحج شرفان الطيب هو اللي ساعده. رب العالمين هو اللي يامر باللي يصير، وكل واحد على يومه ما عاده. المشكلة ان الصلباخ يلقى ناس ساعده ويلقى ناس تعاضده. كل شيء بيد رب العالمين، كل شيء بيد القدير المعين. يا مناس عيونها ما يترسها إلا التراب، ويا مناس من يشوفهم الواحد ينفتح لهم قلب الأحباب. اسمح لي يبقى أقول لك إن صلباخ شرير ولا يحب الخير للناس، وهو لما يانا في الغابة كان له 1000 نية تنشينة في قلبه، وعنده 2000 تفكير في أهم مكان بالرأس. حجي شرفان. إيه يمه يمه، قولي قولي بسرعة، قولي رأيك قبل لا يفوت الأوان. قولي سمج، قولي سمج، قولي رأيك بسرعة يمه. والله يا عيالي أنتوا تدرون إني دائما صوتي لصوت أبوكم أضمه. يمه يمه يبا يمه. سمعوني يا عيال، سمعوني عدل يا عيال. صلباخ جاري الغالي، وأنا ما شفت منه لذية لا بالأول ولا بالتالي. يا رب يا رب تنصرنا على الظالمين. آمين يا رب العالمين. أنا ويا صلباخ ابتليت، ومية المية من حياتي انتهيت. شو أسوي أنا؟ شو أسوي؟ ماكو ولا أتخلص من هاللعين وأدفنه في أي مكان هالحين. وأقول الصلباخ النيوني جماعة ناس كثار وأدوني وطقوني وخذوا مني سليمان بالكار. هذه فكرة عظيمة. اللي حفره هناك تحت الجليب ودخل. انتوا تقولون ان صلباخ مو جار امين، تقولون ان صلباخ ظالم مجرم، وانا اقول ان صلباخ رجال فقير مسكين. عيال تدرون يا عيالي شلون؟ يا رب يا رب على اللي ظلم سليمان نطلب منك الان. سلامك. ايش فيك؟ فيك؟ وين راحت هذه اللي سميناها فهمونة؟ 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 على صلباخ يا سليمان، تنحاش من سجن صلباخ. حد يقدر على صلباخ؟ على صلباخ يا فتار. يا ويلك
بتشوف من النار. وانت انت بدال ما من السجن طلعتك وبدال ما كلام الحلو سمعتك وبدال ما من ديرتك نحشتك وبدال ما عويتك ومن العدالة قشيتك تحمل بالواجب. فتار حتى انت باخذ خدماتك قدمة فتار لازم تخلص لي بالخدمة. من قال لك يا عمي؟ من قال لك اني ماني عايش بنعمة؟ عيل ليش احملت بالواجب؟ ليش احملت وخليت سليمان وينحاش وينول اللي هو راغب؟ ليش؟ سامحني يا عمي فتارو تعرف ان خارب. سامحني يا عمي سامحني. صارحني عيل يا حصل سامحني. أقول لي ارحم والديك على اللي صار لا تعاتبني. أنا أنت أكيد أنت وياه متخادنين. أكيد أكيد أنت وياه متخادن على النحشة. أكيد بغيت تخشه. أكيد أنت وياه متخادنين وسويت روحك نايم. سويت روحك نايم علشان تبعد عن نفسك التهايم. الظاهر انك ما تعرف صلباخ ما تدري انت بأي بحر عايم. قل يرحم ما ديك سامحني. قل لي يرحم ما ديك سامحني. هيا صارحني صارحني. تجيك التهايم وانت نايم. اكيد انت وياه متخادنين. اكيد انت وياه على النحشة متواعدين. أنا يا عمي أنا أمت عينك أمت عينك. تدري لو كان من حاس سليمان كان خليتك حالا تصير في خبر كان. ترى أتار أنت تدري فيني أقدر حالا أخلص من موضوعك. تدري فيني بدقيقة أقدر أكسر ضلوعك. لكن خلك في مكانك بموتك من الجوع وأكسر ضلوعك. على صباح يا فتار وتسوي روحك مالك شغل مالك كار. سامحني يا بس سامحني. يا غدار سامحني. وانت انت يا سليمان خلك من ثبر في هالمكان لما اروح واخلص قضيه زواجي من وردة البستان. حلامكم انتم حلامكم. صار لكم ساعه وانتم تدورون وصار لكم ساعه وانتم تتكلمون. فهمونا علمونا طلمونا علمونا ايش عنا هالحكي اللي تحكونه. يبا احنا ندور عن انسانه تخلط هالبيت معانا. ها تهجين وين راحت يا وردة البستان؟ والله ما ادري يا اخوي راحت لاي مكان. ها اكيد اكيد هناك.